كثيرة رغم قلة الخبرة في التعامل مع العظم. التعامل مع العظم يختلف كثيرا عن التعامل مع النسيج الحي الترف يعني الدم أو بطانة الخلايا الطلائية للفم اللي نأخذها مرات أو طلائية للمهبل أحيانا نأخذها من المرأة. سهل جدا مو مثل التعامل مع العظام. فإحنا قلنا آلين أنه نبدأ بفرق عظام. أنا مساعدنا خبرة وأدنى هسه الآن خطة لفتح 6 مختبرات في عموم البلاد وأدنى خطة أنه نبني بناية داخل المعهد في فناء المعهد تكون من 6 طوابق وارتفعت إلى 7 وفي التخطيط الأخير وصلت إلى 9 طوابق تكون هي مختبرات الطب العدلي تحتوي في طابقين أو 3 طوابق مختبرات خاصة للمقابر الجماعية لتأخذ على عاتقها إن شاء الله عمل المقابر الجماعية مستقبلا وعلى مدى يمكن أكثر من 10 سنوات. لقد خلف لنا النظام البائد تاريخا من الألم والموت البشع واللقطات المروعة لإخوة وأبناء لنا ماتوا لا لجريمة اقترفوها سوى حب الأرض التي عاشوا عليها. لكن الدم ينتصر دوما على السيف حين يكون السيف بيد إنسان ظالم والدم لإنسان مظلوم. والورود التي غيبت تحت التراب أزهرت بعد شروق الشمس وعودة الربيع فعبقت الشهادة بشذاها لتعطر الدنيا بذكرى من خطفتهم أيادي الغدر وأعادتهم خيوط الفجر محملين بأكاليل الورد والغار محمولين فوق أيادي الأهل والمحبين ليرسموا فصلا جديدا من فصول العراق تصان فيه حقوق الإنسان في الحياة بعز والموت بكرامة لا تهان.